شو حكى على الصورة هذيك؟ بالله بس هتون؟ ما انت بتعرفي لانه ما هي مسؤولية وخاف انها تتوسخ او شيء، فهي بتاخديها مباشرة عشان برواز. جيد؟ كنت سابقا ارسم بمرسمي في البيت، ما حدا بيقدر يشوف اعمالي. هلا عمليا لما انا بطلع وبطرح نفسي على الشارع اللي هو مشاة، اللي هو معرض متجول، وفي كمان شعور مني بقدسية الارواح اللي ماشيه.